ولا فطره. أهذا ما يجعلك غير مهتم بالموسيقى يا صالح، وتريدني أن أنصرف عنها أنا أيضا؟ بل هناك سبب أقوى، وهو قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا. وقال جل جلاله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.